يدخل كاحتياطي اذا قدم الاداء المرجو يقدر يعاود يولي اذا اثبت باللي راه يستحق فرصه اساسيه يعاود يولي في الدور الثاني كاساسي اذا تاهلنا ان شاء الله. اما انه يبقى محرز اساسي فوق العاده بهذا الاداء فعفوا انا نكون صريح وراح نكون قاسي شويه، محرز راهو عاله على المنتخب في المباراتين وانا مانيش نقطتان للمنتخب الوطني. مباراة المنتخب الوطني أمام بوركينا عرفت تقلبات كثيرة، تأخر في النتيجة، تعديل النتيجة من طرف بغداد بونجاح، ثم الخضر عادوا ليتأخروا بركلة جزاء بيرتران تراوري قبل أن يعود بغداد بونجاح رجل المباراة ورجل المنتخب الوطني في هذه المباراة ليعدل النتيجة في الدقيقة 96. تعادل جعل الآمال تبقى قائمة كما قلت في البداية من أجل الفوز في المباراة الأخيرة وضمان تأهل بحول الله بالنسبة للخضر إلى الدورة الثانية. إذن من أجل الحديث عن هذه المباراة نستضيف محللنا الفاضل كانوا معكم قبل المباراة مع زميل محمد لامين بن شابير. عزيزا مرحبا بك مرة من جديد معنا في هذا البث المباشر. محمد قاسي سعيد أهلا وسهلا بك من جديد. مساء الخير محمد لامين بن شابير زميلي في قناة الهدف، مرحبا بك اليوم الآن في دور مغاير، أنت محلل ولست مقدم، مرحبا بك مرة أخرى. احنا عندنا تغييرات تكتيكية، لا احنا عندنا ما نخلوش دائما اللاعب تاعنا مكشوف، لازم نغيره ماشي كيما المنتخب الوطني ميدو. احنا اليوم درنا تغييرات تكتيكيه، نعم. ان شاء الله تجيب النتيجه برك. نعم نبدا اذا مشاهدينا الافاضل على بركه الله في الحديث عن هذه المواجهه. حسين عزيزان مباراه لا تقريبا كل شاب الجزائري تقريبا كان على الاعصاب، تغيرات كثيره في المباراه الى غايه الثواني الاخيره من اجل هدف تعادل، هدف قد يكون انطلاقتنا في الكان ان شاء الله. ان شاء الله اللقاء كان يعني برسك نقولوا احنا كوبي تاع الماتش تاع انغولا، ان فريقين كانوا يقراوا في بعضهم، يعني واحد ما اخذ زمام الامور انه ياخذ اللقاء يعني ديريكتومون يباشر انه يطاكي ولا. احنا لعبنا بحذر ولكن خلقنا عده فرص ما عرفناش كيفاش نركزوا خاصه في اللمسات الاخيره، مي اون غروسو مودو اون بروميير ميطون كان الريتم لاباس عليه، كنا قادرين اننا نسجلوا اهداف ولكن نقولوا حنايا توجور لادفيرسير عنيد. ماركنا في الدقيقه الاخرى اون ترانزيسيون في اللاكس وين اونكيسينا لو بريمي بيت، خلط لنا كاع كيما نقولوا حنا الحسابات، مي الحمد لله شفنا رده فعل اون دوزيام ميطون كانت ايجابيه خلاتنا اننا غاليزينا، ومن بعد خذينا زمام الامور كنا قادرين نزيدوا الثاني لولا راسيه بونجاح اللي ما كانتش يعني ما كانتش مقادريه لا دوزيام بال هذيك، كنا ماركينا الدوزيام بيت. مي نقول لك باللي اللقاء تاع اليوم كان خير من اللقاء الاول. اسمح لي حسين عزيز المشتت تتحدث عن الشوط الثاني، دخول اللاعبين ربما خلينا نقولوا اللي المفروض كانوا يكونوا من البدايه لكي نتجنب كل ذلك الضغط اللي كان علينا من الناحيه النفسيه، ما تشوفش باللي ربما اللاعبين اللي دخلوا في الشوط الثاني كان من المفروض يكونوا من البدايه خاصه محمد امين عمورة. بيان سير عطاو عش كبير الناخب كما نقولوا الفريق تاعنا، وين شفنا لاعبين يلعبوا بحراره واقفين فوق ارضيه الميدان عملوا عده فرص، هذه بيان سير نقولوها باسكو نحس باللي اللاعبين هذو لا فريشور كانت عندهم بارابور الماتش اللي فات. المباراة الأولى نعم. شفنا كما نقولوا لي ترانزيسيون كانوا رابيدمون، توغلات، شفنا حوايج بوزيتيف اون بريمير ميطون. نعم محمد قاسي سعيد، شفنا المنتخب الوطني مثل ما قال حسين عزيزان في الشوط الثاني في المباراة الأولى في الشوط الثاني انهارنا بدنيا، لكن في هذه المباراة ربما الشوط الثاني كان لعبنا أفضل من الشوط الأول، صحيح أننا تلقينا هدف ثاني من ركلة جزاء بعد خطأ نوري على عيسى كابوري، لكن حسينا اللاعبين كانوا حاضرين بدنيا وخاصة من ناحية الجرينطا. في العشرين دقيقة الأخيرة حسينا اللاعبين بقوا ممنين ما حبوش يخرجوا من المباراة إلى غاية تعديل النتيجة. أولا حميدو بدي نشكر بغداد بونجاح لأن خلى المنتخب خلى له الأمل في المقابلة الثالثة، ولو حتى لو خسرنا اليوم يعني ما كانتش الأمل مازال ضائل لكنه قائم ضائل ولكن تضيع الثقة ديالك. ميدو ما تقدرش تلعب بتسعة ضد 11 والمقابله اللي فاتت لعبنا ضد 9 ضد 11 والمقابله تاع منهم اللاعبين ناقصين فوق ارضيه الملعب دوك نحلوا بالعقل يعني لما تشوف يعني بصراحه محرز واحد من اكبر اللاعبين اللي مروا على المنتخب الوطني، ولكن اليوم محرز ما راهوش يمد كما كان يمد، لابد تاخذ قرار صائب
باش تخلي اللاعبين كيما ادم الناس امين عموره شيبي بوداوي يعني ما تقدرش تخلي هاد اللاعبين باش منهم لما دخلوا غيروا كل طريقه اللعب تاع المنتخب الوطني. شفنا لاغرينطا شفنا باكو مع البوركينا شفنا باللي الحراره ما اثرتش عليهم ليميديتي ما اثرتش عليهم ولا فرف باش تعدل في الدقيقه 90 زائد 5 هنا وين تعرف للمنتخب تاعك واللاعب تاعك في صحه جيده. اذا لازم نحفظ الدروس ولازمش واحد يموت بالافكار ديالو، لازم تحفظ الدروس تاعك جيدا. عندك مقابله مازال ما تاهلناش ميدو، مازال ما تاهلناش ولم نقصى بعد نعم لم نقصى بعد. كاين مقابله ثالثه راح تكون اصعب من هذه المقابله هذه اللي هي موريتانيا، ولا بد على الناخب الوطني يراجع الدروس تاعو ويدير التشكيله اللي لازم تربح المقابله، لان كاين لاعبين اللي تقادر بهم تروح بعيد وتربح، وكان لاعبين اللي ما تقدرش الله غالب ما تقدرش تمشي بهم. نعم محمد لامي بن شابير قاسي سعيد يقول على لا يجب على المرء ان يموت بافكاره، هل يجب على بالماضي الان تغيير افكاره بعدما شاهده في اخر 20 دقيقه وما قدمه اللاعبون الاحتياطيون حتى ما بين شوطين بدخول عموره بدخول والناس دخول شايبي؟ شنو المنتخب تحرك اصبح افضل بخروج رياض محرز؟ خلينا نقول صراحه رياض محرز ربما في تاريخ كره القدم الجزائريه هو من بين افضل اللاعبين، لكن في هذه الدوره مباراتان لاعب غائب تماما، في المباراه الاولى لعب 90 دقيقه، في هذه المباراه شفنا انطلاقا من الدقيقة 70 بعد خروج محرز شفنا وجه آخر للمنتخب الوطني. هل بالماضي الآن في المباراة الثالثة الآن لا كما يقول لك ما عندوش خيارات أخرى إلا إجراء تغييرات ومنح الفرصة لهؤلاء اللاعبين من أجل منحنا فوز يؤهلنا للدور الثاني إن شاء الله؟ أنا شوف نقول لك حسب ما أعرفه عن بالماضي، أنا أتوقع أن نرى محرز أساسيا في المباراة الأخيرة أمام موريتانيا للمرة الثالثة على التوالي، وأتوقع أن أرى العديد من اللاعبين الذين شاركوا في المباراتين كأساسيين في المباراة الثالثة، لأنه صراحة تكلمنا كثيرا في هذا الموضوع وفي كل مرة كان بالماضي يصدمنا بنفس الخيارات وبنفس القرارات وبنفس الأخطاء. لماذا تجبرني على متابعة مباريات المنتخب الوطني الجزائري دائما بالضغط وبالسكري وبكل الأمراض الممكنة؟ لماذا ونحن كنا قادرين منذ البداية على إدخال تشكيلة قادرة على لاعب الهجوم قادرة على حسم المباراة مبكرا؟ كنا تكلمنا في الكواليس وأجمعنا على ملاحظة أولى تقريبا أجمعنا عليها كلنا في الكواليس، لماذا وأنت مطالب بالفوز أكثر من بوركينا فاسو الذي يدخل المباراة بأكثر أريحية بما أنه فاز في المباراة الأولى؟ نتيجة التعادل اليوم تكفيه. لماذا أو على الأقل فسر لي لماذا يصر بالماضي على إقحام ثلاثي وسط بنزعة دفاعية بن طالب زروقي وفغولي وأنت مطالب بالفوز؟ أنا حسب كرة القدم التي أعرفها حين أكون مطالبا بالفوز يجب أن أقحم على الأقل لاعب بمهام هجومية أكثر منها، على الأقل لاعب على الأقل. اليوم نشاهد ثلاث لاعبين كلهم بمهام دفاعية، هذا غير ممكن وأنت تبحث في هذه المباراة عن الفوز. بعدها ما الذي حدث؟ بسبب هذا الخلل في وسط الميدان كما تقول تلميذو ليزانترفال داوهم منا بوركينا فاسو في المباراة خاصة في الشوط الأول داونا ليزانترفال. كي تشوف هذه الطريقة تاع التفكير وطريقة توظيف اللاعبين والله غير تطرح تساؤلات وما تفهمش علاش هذا التعنت من بالماضي. انا ما نقولش انها فلسفه لانه بالماضي يبقى مدرب وليس شجره، يستطيع ان يغير تكتيك في كل في المباراه ثلاث او اربع مرات. ميدو لماذا يصر؟ انا ارى انها انه امر مرتبط بعقليته، تعنت، هذا هو المصطلح، يتعنت في خياراته. محرز اليوم عالى على المنتخب مثل المباراه الاولى. احنا اوكي كنا كلنا توقعنا انه محرز سيكون اساسيا وهذا من حق الناخب الوطني لانه يبقى محرز قيمه فنيه ثابته في المنتخب. معليش ما لعبش المباراه الاولى جيدا، كنا طمعين انه يدخل اساسي ويقدم مردود جيد. معليش صح لم يقدم مردودا جيدا خلال المباراه، ماشي ما قدمش، لم يقدم اي شيء في الشوط الاول. كان على الناخب الوطني على الاقل ان يخرجه بين الشوطين ويقحم ادم والناس او يقحم لاعبا اخر. لماذا يصر على إبقاء رياض محرز إلى غاية الدقيقة 70؟
حتى كنا خاسرين 2-1 بعدها اضطر انه اذا شفت اللقطه جات لقطه عطاو له الكره ما قدرش خرجت له التماس تما اللي عاود اللي خرجوا دخل ادم الناس. علاش نبقاو في التاخيرات والقرارات المتاخره اللي تؤثر على المنتخب الوطني الجزائري اكثر مما تفيده؟ شاهدنا كيف تغير ريتم المباراه وتغير ريتم المنتخب الوطني تماما بعد خروج رياض محرز، وهذا ليس استنقاصا من رياض محرز ولكن احقاقا للحق بدخول عموره بدخول ادم الناس. أصبحنا نرى خط هجوم آخر تماما، الكثير من الفرص كنا قادرين على الفوز لولا تسرع لاعبي المنتخب الوطني الجزائري في العديد من الفرص. نعم استسمعك محمد لامي بن شابير. حسين عزيزان بونجاح في الندوة الصحفية بعد أن مشاهدينا الكرام بونجاح تم اختياره رسميا من طرف الكاف رجل للمباراة، يعني هذه المرة كانت مستحقة 100%.